هاي فيديو غوص إلي، حاب أعلمكم شوي كيف تغوصوا أو كيف تسبحوا بشكل عام. أعطيكم فكرة سريعة عن الغوص وعن السباحة، أهم فكرة وأهم شيء وأهم نقطة في الغوص والسباحة تكون حركتك خفيفة وسلسة وأعصابك مرتخية، ما تكون شديد على نفسك وشديد الأعصاب، تكون في أقل من راحتك. من ناحية النفس، لما تغطس مسافة قصيرة أو طويلة تستهلك أقل قدر من الأكسجين، واللي هي الحركة. كل ما خفت حركتك خف كمية الأكسجين استهلاكه، وفرغ النفس في أقل من مهلك وأقل ما يكون، لا تضغط على نفسك، أهم شيء.